في سؤالين عندي لو سمحت. اتفضلي. الأول سؤال اللي هو زوج ما ضرب مراته وبيقول اللي أنا عليا جن، هل في حاجة زي كده في الدين صح؟ زوج ضرب مراته بيقول إيه يا فندم؟ أنا عليا جن، يعني بيعدم ما بيضربها ابنه بيقول له يا بابا أنت بتعمل كده، ماما ليه؟ يقول له أصل أنا عليا جن وبضربها وما بحبش. هل في الدين حاجة زي كده؟ يعني إيه عليا دين؟ أنا مش عليه جن، عليه جن، هو أن عليه جن بيخليه يضربها يعني. طيب تمام حاضر. ثاني سؤال، يعني اوقات لما يحصل مشاكل يقول العياد دي مش عيادة، هي لي عفاريت، هل في عفاريت بتخلف؟ يعني يقول لزوجته كده. هو يا فندم زوجك ده راح لدكتور؟ لا. ولا كشف عند اي دكتور ولا اي حاجه؟ لا. هو بس هو وصف لنفسه ان هو لما بيجي يعمل كده يتكلم عن عياله ان عياله عفاريت او يجي يضربك فيقول لك اصل انا عليا جن. لا، عياله مش عياله، بيقول ده عيال العفاريت مش عياله. ده عيال العفاريت مش عياله هو. اللي هم مكتوبين باسمه يعني. فهل؟ طيب حاضر يا استاذه سناء. الشيخ عصام سمع وهو اللي هيجاوب. ماشي بشكرك شكرا جزيلا. اتفضل يا مولانا. تمام. يعني شوفوا حد برضه يمسك علقه ويبقى ده العفريت اللي ايه؟ اللي قباله يعني، ويبقى علينا العفاريت بالعفاريت، لا اكثر الفخار الا الفخار، ده كلام دجل. والله يعني زي كنا برضه واحده في مره بتسرق مش انا ده العفريت اللي علي. طب يا جماعه هاتوا لنا كده جنزير ولا حاجه وانفضوها اتنين، وده معلش ده العفريت اللي على الايه؟ الناس اللي اتسرقت. ايوه الشغل دجل، ونقضيها عفريت في عفريت بقى، ده شغل جنان يعني. ايوه هنقعد نقضيها، لا اصل ده شويه ولاد العفاريت. اصل دول ولاد، لا ده مريض يتعالج. ما انا عشان كده سالتها ما راحش للدكتور قالت لا مريض يتعالج، هو بيستهبل. لا ما فليكن برضه حتى بيستهبل محتاج يتعالج. ايوه والله صح. ماشي تمام يا شيخنا جزاكم الله خيرا.